الجزائر الآن أصبحت مقصد لكل يعني القوى الصاعدة في العالم، وفي هذا تأتي هذه المحاضرة للتأكيد على تعزيز وتعميق هذه العلاقات، وخاصة في المستقبل، ويعني خاصة تكنولوجيا كوريا الجنوبية واستثمار والأموال والاستثمار الاقتصادي إلى غير ذلك. فأعتقد أن هناك مستقبل واعد لهذه العلاقات. Korea's government pays more and more attention to تولي الحكومة الكورية الجنوبية المزيد من الاهتمام للبلدان الإفريقية، لذلك نحن نحاول ربط العلاقة السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية بما في ذلك الجزائر. لذا أقامت كوريا الجنوبية والجزائر علاقات وثيقة مع بعضها البعض منذ التسعينيات، وأتوقع أن تتطور العلاقة أكثر فأكثر.